أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق التوفيقية يوم الأربعاء معاكم قناة المعاش اليوم يوم 28/2/2024، وتعالوا نشوفوا أسعار البقر الوالد في سوق التوفيقية. الله أكبر. صباح الخير يا معلم، صباحك أبيض، كل سنة حضرتك طيب وربنا يعود الأيام الطيبة عليك بخير. شيخ شهر رمضان وعشان خاطر الحاج وائل، الله يبارك لك يا صاحبي. ب 82,600 جنيه، 82,600 وكسر سنتين. خلف ذكر ولا انتهى؟ ذكر صحيح ذكر. الله اكبر، 82,600 جنيه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على الحلاوه وعلى المال يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اللي يشوف المال ده يذكر الله ولا اله الا الله، ربنا يبعد عنه عننا البلاء يا رب، اللهم امين. بسم الله ما شاء الله، صباح الجمال يابا. وسنتين اتنين مع المعلم سمير السعدي. المعلم سمير السعدي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، سنتين اتنين يا جماعه امك، الله اكبر. كم ولد لا صح؟ اول ولد يا جماعه بكريات، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللي يشوف المال ده يذكر الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. كم ثمنها صاحب مرض الله؟ 82,700. نعم. لا يا محمد، 82,000 يا جماعه. ايه 200؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، عايز 5000 عرض، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اول ولد يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على المال وعلى الحلاوه، الله اكبر، الله اكبر. حلبات والضر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، صلي على النبي، صلي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر. شباب ابو رميله يا حبيبي الكل، عم وائل معاكم حاجه غيرها تاني يا صاحبي؟ معانا تحت في الدين اللي جبناها على الباب الاول دي، ادينا الرقم لو حد عايز حاجه. زيرو كام يا عم سمير انت؟ 010 خارج الرقم بتاعه هو اللي شغال. ماشي خلاص، انت مالي له نمرتي يا حمقش. اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله، المال صلاة النبي عليه يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، أول ولدات وخلافة ذكر 82,200. بسم الله ما شاء الله، وإحنا خدامين قناة سوق المواشي. قناة المواشي اليوم يا صاحبي، الله يبارك لكم ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب، اللهم آمين. كام يا صاحبي؟ على مين؟ على طيب. الله هو أكبر، الله هو أكبر، الله هو أكبر على الماء. 010 62 90 5-8 2-7. الاسم والمكان بقى؟ الحاج سمير السعدي. الحاج سمير السعدي قاعد فين حاج سمير؟ أبو رميلة تبع ايه؟ تبع محلة فرناوة. طبعا محلة فرناوة محافظة البحيرة أبو رميلة. الله يبارك لك يا حاج سمير، واجعل صباعك أبيض إن شاء الله، الله يصلح حالكم واجعل سوق أحسن منها إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله على البقر الوالد، الله أكبر. تجار ولا جنين يا غالي؟ تجار. منين حضرتكم؟ كوم حمادة. كوم حمادة وتجار كوم حمادة. كم ولدي لأ غالي؟ الرابع دي. رابع ولد، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. خلف لم هناك؟ اه نصبح دهو لم هناك دهو. بسم الله ما شاء الله، صباح الفل يا كبير. صباح الفل. صباحك ابيض، عامله كام البقره الحلوه دي؟ 75,000. الله يبارك لكم ويصلح حالكم، معكم حاجه غيره؟ لا هي. الله يبارك لك. طب ادينا الرقم لو حد عايز حاجه يتواصل معاكم. 010 70 15 65 4-7. قاعدين فين يا صاحبي بالظبط؟ كوم حماده وتجاركم حماده. اي حد يتواصل معاكم تابع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معاد. صباح الفل يا كبير، صباحك ابيض ان شاء الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. والده وصرفه يا جماعه للطلوق اهي، الله اكبر. والده خلفها ذكر ولا انتهى؟ وراها انتهى. بسم الله ما شاء الله، كم ولد لا صاحبي؟ يمكن الرابع. رابع ولد، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الدر والحلبات يا جماعه زي ما انتم شايفين هم، بسم الله ما شاء الله على المال، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. عامله كام الله وكيل بمرد الله؟ 85,000. تجار ولا جنيه؟ تجاره. منين حضرتكم؟ الرحمنيه. الرحمنيه تبع البحيره ولا كفر الشيخ؟ الله يبارك لك. الاسم طيب؟ مصر عادل سالم. المعلم يسر عادل سالم الرحمنية بحيرة، الله يبارك لك. ادينا الرقم لو حد عايز حد يتواصل معاه. 010 130 123 503. اي حد يتواصل معاك تبع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه. اكيد. الله يبارك لكم ويصلح حالكم واجعل صباحكم ابيض، الله يصلح حالكم يا صاحبي. الاسعار عامله النهارده يا رجاله؟ الاسعار نازله شويه. نازله النهارده. آه نازل. الله ربنا يرخيها لعباده. كل سنه طيبين. طيبين. انا هو اكبر. تعالوا نشوفوا البقره العشرات، اللهم صل عليك يا نبي.
بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك نبي. المال بيتحدث عن نفسه. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا معلم. صباحك ابيض. خلف ذكر ولا انتاج؟ ذكر يا كبير. الله اكبر. تاجر ولا جنان؟ تاجر. عرفنا باسمك ومكانك. حسام الخويسكي شبرخيه. المعلم حسام الخويسكي شبرخيه يا جماعه بمحافظه البحيره. الله يبارك لكم. بسم الله ما شاء الله. كم ولد لا صح؟ ثاني ولدك. ثاني ولد. الله اكبر. وكسره ست. عامله كم الله وكيل بمرض الله؟ 95 يا كبير. 95000. عشرات اللبن يابا نسلمه. مش عايزين عشرات اللبن يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. عشرات اللبن يا جماعه. بسم الله والله. عشرات لبن ومش عايزين فلوس عشان نسلمه. اديني من الفلاحين. الله يبارك لك. يعني عشرات جيني. في اليوم ولا في الطرف؟ في الطرف الواحد. 10 في الطرف. الله يبارك لك. والخلف ذكر يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. معاك حاجه غيرها تاني يا صاحبي؟ كان معانا اتنين وماشي يا كبير. الله يصلح حالك. ادينا الرقم لو حد عايز يتواصل معاك. 010 97 97 881 881 226 226. صباح الفل. صباحك ابيض. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معايا. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. المال يا جماعه صلاه النبي عليه. ربنا يبارك للمال واصحاب المال ويصلح حال الجميع يا رب. هبوط في الاسعار النهارده يا جماعه في كل حاجه. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. اللهم صل عليك يا نبي. البكريات بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اللي جاي لك يا صاحبي. بسم الله ما شاء الله. صباح الفل. بكريه والولد كسر جوز ولد ذكر. بكريه والولد وكسر جوز ولد ذكر. تاجر يا صاحبي. عرفنا باسمك ومكانك. السعيد مسعود ابو رزق عبد الحليم سالم. المعلم السعيد مسعود يا جماعه. منين يا صاحبي؟ جزيره الرحمنيه. جزيره الرحمنيه. عامله كام بمرد الله؟ يعني عايز 80000 وخلاص من عند الله. ما هو اللي عايز ازيامي صح حاجة من عند الله. يعني عايزين السعر الحقيقي اللي هتبيع بيه بمرض الله وهنحطه رقمه. لا بمرض الله بقى هو اللي يشتري بمرض الله. الله اكبر. طب المشاهد مثلا قاعد مكانه عايز يعرف سعريها يتواصل معاك ويشتري قول له تمنها كام؟ على التليفون مش هعرف اسمي له كده. والله والله الله يبارك لك. ما هو كده المشاهد شايفه. تمام. حلو. انت تقول لي سعرها برضو عشان خاطر اتواصل معاك يا اخويا. ان شاء الله بامر الله ب 80000 برضه. 80000 بسم الله ما شاء الله. ادينا رقمك يا صاحبي. 010 27 27 00 00 16 16 51 51. اي حد يتواصل معاك تابع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاي. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع. حاج طه احسن راجل يا حاج. الله يبارك له ويصلح حالك. حاج ابراهيم العبد الله يبارك له. صباح الخير يا حاج ابراهيم. صباحك ابيض. صنعيه ايه البقره دي؟ عشر لبن ان شاء الله. عشر كام يا حاج ابراهيم؟ عشر ستة. كم ولد اللي بطنها يا حاج ابراهيم؟ ثالث. ثالث ولد وعشر ستة يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك له المعلم ابراهيم العبد. بسم الله ما شاء الله. عامله ايه يا حاج ابراهيم؟ والله ما فيك. السوق نازل عفشه. نازل اليومين دول. الله يبارك لك يا حاج ابراهيم. يعني في هبوط في الاسعار. في هبوط. ربنا يرخيه. ربنا يرخيه على عباده. هتروح فين اكتر من كده؟ طب بكام العشر ده يا حاج ابراهيم؟ دي ب 55000. 55000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللي كانت بتعمل 65 و70 الف. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. 55000. العشر كان قلت حاجه. العشر 25 في الساده. العشر 5 و2 ونص. واللبن 2 و2 ونص. اللهم صل على عليك. ربنا يرخيه ما شاء الله. ربنا يرخيه يا حاج ابراهيم. معاك حاجه ثانيه غيره؟ والله كان معانا بعشر برضه وربنا سلمه. الله يصلح حالك يا حاج ابراهيم. ادينا الرقم يا حاج ابراهيم. نعم. ادينا الرقم لو حد عايز 10 بقره عشر. 010 17 4307 4307 الحاج ابراهيم العبد الله يبارك له. كوم حماده. كوم حماده النجيدي. ميديا زيد. ميديا زيد. كوم حماده الله يبارك لك يا حاج ابراهيم. صباحك ابيض. صباحك ابيض يا صاحبي. بس انت مش من زمان يعني. تحت امرك يا حاج ابراهيم. لازم انت بنت كده. اي والله لازم انا حاج امبارح. خلي بالك. الله يبارك لك يا حاج ابراهيم. مال يا جماعه ب 55000 والعشر 5. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا حاج ابراهيم ويصلح حالك وحال الجميع. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء يا رب. اللهم امين. اشكر الله. لا اله الا الله. اسمع ذكر الله. قول لا اله الا الله. الله يبارك لكم ويصلح حالكم وحال الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله.